إنجازاته ما بيحكي عنها الجيش, ولا الوجع يلي بيقول ما بيقول أخ. هذه الشبكة مثل ما انعملت اجت تلزمت, اجت لتلزم بالدولة, حط عليها 35 مليون دولار. قال لهم الجيش روح عملكم, أنا بعملون مش أنا بعملها بالعسكر تبعي, أنا اللي بلزمها وبتصرف عليها وبتكون يعني بتصرف فيها, لزمها وعملها. من هيديك السنة لهي السنة أول شيء ما راح حبة زفت تطلع على الطرقات, هلأ كوارث عندك. نعم. يعني الكاليتي درجة أولى كلفت 11 مليون دولار من ال 11 لل 35. حرام نرجع نطلع بعدين ونقول انه في ميل بالجيش وفي مدري شو وفر بهذا الموضوع. تشوف قديش كنت تشوف قديش الفساد عندك ثلاث مرات اكثر, ثلاث مرات وهو لزمه, يعني هو مشتغلها ما بيعرف يشتغلها, والنوعيه اللي عملها والبنيه التحتيه اللي عملها ب 11 مليون. شغلتين سريعا كمان, طياره الهليكوبتر اللي بدك تصلحها انت هلا, يعني اعلنوا عن اطلاقها اوكي قريبا بكره وش. كنت تروح في وحده منهم تخربت بدك تاخذها لبرا على رومانيا يمكن او ما بعرف وين, بتزبطها برا وبترجع بتجيبها بتكلفك حوالي 4 مليون دولار. كانت عم بتصير يلي هي صايره على طول, قال خي ليش بدي اعملها هيدي برا, جيبها الهليكوبتر هون اللي عنده الفنيين يلي مزبطين يلي عامل المركز ده لهم من اجل اصلاح طياره الهليكوبتر, واشترى الموتور من برا يلي حقه مليون دولار. عمليا كنت ترجع من برا بفاتوره 4 ملايين, خلصها وعملها هون لانه حق الموتور مليون, كلفته مليونين دولار, يعني وفر المليونين وطلعوا الطيارة. تتذكر لما قالوا هاي الطيارة لونها أسود صح. كانوا بعد ما دهنوها يلي طلعوا عملوها. يعني برجع بقلك اللي عم بقوله انه الإدارة الجيش إدارة جاية وبيجرب قد ما فيه يعصر, وفوق هيدا بعدك نكفي عليه. أنا برأيي العصر يلي كان معمول بالموازنة, وطبعا مش عم بحكي ببلاش, كان مقصود فيه انك تزعج جوا أو تجرب تلاقي شرخ بين العسكر الضباط وبين القيادة.